ولا لا؟ هم سبعة جمل، هات نقولهم لك وكل واحدة نقول لك شفاه. سبعة جمل هما: كيف يستقبل الانقلاب على الديمقراطية بهذا الاحتفاء؟ هذه فضيحة. اثنين: ينبغي أن يشتد الخطاب والإدان لمن تورط في هذه الفضيحة. الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات ترمى بالحجارة لأنها أشد المنكرات والاستبداد. نقف لهنا وقت اللي مثلا نقول الانقلابات ترمى بالحجارة لأنها أشد المنكرات، كي تقول لي لأنها أشد المنكرات والاستبداد، هل إنه هنا إيحاء بأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ثم بقلبه؟ هنا نقطة، سؤال يطرح. اثنين: النخبة التونسية أو قطاع كبير منها احتفى بالانقلاب، هذه فضيحة، ينبغي أن نتساهل معها. ما معناتها النخبة التونسية تحتفي بالانقلاب ينبغي أن لا نتساهل معها؟ شو معناتها لا نتساهل معها؟ وشكونوا مش بشي تساهل معها؟ شكون نقصده يقولوا ما نتساهلوش معها؟ فشكون نقصده؟ معناها هذه النخبة اللي هي مشيت مع 25 جويلية وهي رايها أنها مشيت مع 25 جويلية، كيف يمكن أن لا نتساهل؟ شو نعملوا لها مثلا؟ شنو العقوبة باش تكون؟ كيف تونس؟ الجملين بعد: تونس بدون هذا أو ذاك، تونس بدون نهضة هو مشروع حرب أهلي، يعني هو حزب حركة النهضة، بدون هذا الحزب هو مشروع حرب أهلي. شو معناتها؟ إذا تم إقصاء النهضة هل ستقوم حرب أهلية؟ معناها بلاش بها، احنا طو مازالت هي موجودة قانونيا، مازالت حسب قانون الأحزاب. الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكون ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيين، بل هم دعاة لحرب أهلي. وقال إقصاء هذا وذاك، وحكي هذا على وذاك. الإسلام السياسي واليسار كرهم الزوز. يعني هذه العبارات أنا وأنا نقرأ في العبارات، هل تنضوي تحت إطار الفصل 14 وقت نتحدثوا على التكفير والدعوة إليه والتحريف؟ لانه قانون الارهاب فصل 14 ثامن. انا سامحني، انا اقول لك هل تنضوي تحت الفصل 14 اللي هو يحكي على الاقصاء والتكفير؟ ما هو هات نقول لك علاش يا سامح. انا فهم برشا حاجات نسمحهم ويزمنا نحط كل حاجه، واحد ما ينساش روحه. رانا احنا توا فما رانا ماشي نيابه عموميه، النيابه العموميه التي تكيف. هذه عبارات تقالت بالنسبه لنا احنا، كي نوصلوا كلمه معناتها اشد المنكرات والاستبداد، هذه دعوة إلى التكفير فصل 14 فقرة ثامنة، وقت اللي نتحدث على الفصل 72 اللي يعاقب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل. يعني يمكن تكييف التصريحات هذه كتصريحات تحريضية، يمكن تكييفها. أنا قلت لك ما ننسيش روحي، أنت اسألنا على تصريحات قالت هاي الجمل وهاو شنو تنجم تهز. هذا هو جملة بالنسبة لك أنت اللي قالوا وكيف حسبناهم جملة بجملة، ديجا يظهر لي كل جملة مشكلة. كل جملة قضية واحدة، كل جملة هذا ايش فهمت انا مع احمد. هو شوف اخص وقت نتحدث في اطار حزبي سياسي، قانون الاحزاب ما هو موجود، هو قانون 2011 يقول لك الحزب هو جمعية باتفاق هذا تؤطر الجماهير، يأطر عكس التأطير. اش تعمل انت؟ تهيجهم تهزهم باش يعملوا المشاكل. والحزب في الفصل 4 يقول لك انا مانيش ناسي، انا في قانون الاحزاب يقول لك لا يمنع انك تدعو الى التعصب ولا الكراهيه ولا هذا الكل، يلزم يحافظ عليه رئيس حزب. واحنا نتحدث في اطار حزبي، والحزب هذا عنده منخرطين وعنده برشا ناس تبع فيه.